وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد والمعجزة لا الشعب لا شيء قد أعجز وكل الذي قاله أنجز أنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي أنا الشعب لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي باسم محامين المصريين باسم مجلس النقابة أن نرحب بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي وصاحب الفضل على كل مشروعات نقابة المحامين اللي أسندت إلى هذه الجهة المحترمة اللي احنا انجزنا بيها انجازات كبيرة جدا. مبنى نقابة المحامين الان في مرحلة التشطيب وان شاء الله هنفتتحه قريبا. نادي اسوان تم استلامه وتسليمه. نادي ونقابة المنيا تم استلامه وتسليمه. القاهرة نادي جليم في الاسكندرية تحت التطوير الان ومنتظر خلال كما وعدنا في ابريل هنستلم المرحلة الاولى منه باذن الله. كل مشروعات نقابة المحامين احنا بنسندها الى جهة محترمة هي شركة الانتاج الحربي للمقاولات ودي شركة ذات سمعة طيبة بتلتزم بكل الشروط وبكل الالتزامات وبمهنية كبيرة جدا والحقيقة منحونا ايضا اسعار مميزة وده شيء يحسب لمعالي الوزير ويحسب لإدارة الشركة. خالص التحية والتقدير الى هذا الوزير المقاتل اللي بيرفع اسم مصر دائما في كل المجالات الحربية وغير الحربية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأخ العزيز نقيب المحامين الأستاذ سامح عاشور، السادة أعضاء مجلس النقابة والحضور الكريم، أنا سعيد جدا النهاردة أن احنا بنحط حجر الأساس لهذا المنشأ التابع لنقابة المحامين. ده زي ما سيادة النقيب قال كده، ده مش أول شغل، احنا عملنا شغل كتير الحمد لله مع نقابة المحامين وده يعني أعمال تسرنا وتساعدنا لأن نقابة المحامين صرح كبير جدا مصري نعتز به جميعا. يعني النقابة لها
تاريخ وباع طويل في الوطنية وفي الدفاع عن الحق، ويعني ناس محترمة بتؤدي دورها على أحسن ما يكون. إحنا في الشركة بتاعة الإنتاج الحربي للمشروعات ملتزمين بثلاث حاجات: الجودة والأسعار المناسبة والتسليم في الوقت المناسب أو المخطط. وإحنا يعني الأرباح والفلوس دي آخر حاجة تهمنا، المهم هي أن المنتج أو المنشأ يطلع مطابق لما يتمناه صاحب المشروع، ويبقى ده الحاجة اللي بتسعدنا أن إحنا بننشئ أو بنعمل أعمال في إطار نهضة الدولة الحالية وإقامة مشروعات القومية والتنموية، وبنشارك في مشاريع كثيرة، وده شيء يسعدنا. ومرة تانية بعبر عن سعادتي في وجودي جنب القامات الكبيرة ومحامي مصر المحترمين، وعلى رأسهم السيد النقيب الأستاذ سامح عاشور. شكرين جدا. Thank you.